نذهب إليك أستاذة لينا قنوع المحللة في الأسواق المالية، ماذا يعني أن يكسر الذهب حاجز 1800 دولار ويستقر عند 1763 دولارا في آخر جلسات التداول؟ أهلا بك، وأيضا أريد أن ألقي تحية على ضيوفك الكرام السيد مازن والسيد أسامة. بالنسبة لأسعار الذهب وتراجعاتها، كانت بسبب كما ذكر السيد مازن أنه البيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت فوق التوقعات، رغم خلال الأسبوع الماضي كانت بيانات من وظائف القطاع الخاص كانت سلبية، وعدد من البيانات مثل بيانات قطاع التصنيع جاءت أقل من التوقعات، وبيانات إعانات البطالة الأمريكية كانت أقل من التوقعات، فهذا يعني أعطى إيجابية وكان عم يتحرك ضمن نطاقات أسعار الذهب. نحن نلاحظ أن 1790 دولار و1800 دولار. بعد ذلك جاءت يوم الجمعة بيانات أرقام الوظائف الأمريكية التي جاءت إيجابية جدا، نحن نتحدث عن أرقام ب 945 ألف وظيفة، التوقعات كانت تقريبا ب 870 ألف وظيفة، إضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية انخفاض لمعدل البطالة، نحن نتحدث عن أقل من 5.7 مليون وظيفة إذا ما قارناها من خلال العام ما قبل جائحة الكورونا، فبالتالي أرقام بيانات وظائف أمريكية عن قريبة من المليون، فهذا يعني أنه ربما يتوجه الفدرالي الأمريكي إلى تجديد السياسة النقدية. ماذا يعني تجديد السياسة النقدية؟ هو الحديث عن تقليص برنامج شراء الأصول، تقليص برنامج شراء الأصول ب 120 مليار دولار شهريا، وقد تحدث عدد من أعضاء من الفدرالي الأمريكي بأن يكون هناك تقليص من برنامج شراء السندات خلال الأشهر القليلة المقبلة، فبالتالي يعني هذا أعطى ارتفاع للدولار الأمريكي، وبالتالي تأثر الذهب سلبا وتراجعنا دون المستويات التي وصلناها، وصلنا إلى أعلى مستوى تقريبا 1831 دولار ثم كسرنا تلك المستويات. ربما نرى في هذه الفترة تراجعات لأسعار الذهب، ربما انخفاضات إلى 1000. نعم أستاذة لينا، يعني هذا الانخفاض اليوم المسجل هل يمكن أن يعتبر بأنه كان متوقع خلال الفترة الماضية من خلال التحليل الفني الذي يجري من قبل المحللين الماليين بشكل عام؟ كان يعني ليس ضمن هذه التوقعات، لأن كانت كل آخر تقرير من الفدرالي الأمريكي وحسب ما قاله جيروم باول أنه ينظر إلى أن التضخم ما زال منخفض، وأنه سوف ينظر إلى رفع أسعار الفائدة أو إلى تقليص برنامج شراء الأصول إلى أن يحقق مستويات التوظيف بشكل كامل، فترك يعني ترك الأمر مفتوحا، فهذا أثر إيجابا على أسعار الذهب، وبالتالي بعد البيانات التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي كانت بيانات ليست بالإيجابية، بيانات تعتبر يعني كانت أقل من التوقعات، فجاءت هذه البيانات وأرقام الوظائف الأمريكية كانت مفاجئة للتوقعات بشكل كبير، مما دفع أسعار الذهب إلى هذه التراجعات. كنا لا نتوقع أن تكون هذه التراجعات بهذه القسوة في هذه الفترة، لكن هل الآن التراجعات ستكون سلبية وربما نرى تراجعات أكثر للذهب، لكن على المدى المتوسط والطويل ما زالت ربما نرى ارتفاعات لأسعار الذهب لأن التضخم سوف يرتفع، ربما حتى يعني إن قال جيروم باول بأن التضخم سوف يبقى عابر أو مؤقت، لكن البيانات تشير وارتفاع أسعار السلع، ارتفاع أسعار النفط، سلاسل الإمدادات كلها تشير إلى أن هناك سوف يكون ارتفاع للتضخم، وارتفاع التوقعات المستقبلية لارتفاع التضخم ربما نشاهد أنه على المدى المتوسط والطويل ارتفاعات لأسعار الذهب، إلا إذا كان هناك جاءت بيانات يعني عكست تلك الأخبار وعكست تلك التوقعات على المدى المتوسط والطويل، لكن سوف نرى خلال الفترة القادمة تراجعات لأسعار الذهب نتيجة لهذه الأخبار التي جاءت تعتبر عن التعافي الاقتصادي، دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي وتعافي، وبالرغم من انتشار فيروس دلتا المتحور عم نشاهد ارتفاعات. وسوف أذكر نقطة إن تسنى لي الوقت. نعم
بالنسبة للبنوك المركزية يعني حتى الاحتياطي البنك الأسترالي قام بتقليص برنامج شراء الأصول رغم أن هناك إغلاقات اقتصادية، ويقول أنه لن يعني هذه الإغلاقات لم تؤثر على التعافي الاقتصادي ولن تؤثر، يعني لن تؤثر ولن يكون هناك تغيير، يعني سيضطر إلى أنه يبقى على سياسته اللينة فأدى إلى تقليص برنامج شراء الأصول. إلى أي حد هناك توقعات لجلسة الأحد أو جلسة عفوا الاثنين بشكل عام، وكيف سيذهب المؤشر؟ نعم، بالنسبة لأسعار الذهب كما ذكرنا سوف يكون هناك تراجعات على أسعار الذهب خلال الاقتصاد متأثرة ما زالت ببيانات الوظائف الأمريكية، وأيضا ارتفاع الدولار الأمريكي القوي الذي وصل إلى تقريبا إلى 92.84، يعني مرتفع خلال الأسبوع الماضي ب 0.17%، عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، كل هذا راح يخلي شوي تراجعات لأسعار الذهب، يعني ربما نرى مستويات ال 1730، ولو كسرنا تلك المستويات سوف نرى ال 1700 دولار. أريد أيضا أن أذكر أنه ربما هناك استغلال أو سيكون هناك طلب من قبل الأفراد، من قبل المستثمرين، لأن الأسعار كلما تنخفض يعني نرى المستويات هي مغرية للشراء، فبالتالي سوف يكون هناك طلب استهلاكي على أسعار الذهب خلال هذه الفترة، مما يدعم ربما خلال الفترة القادمة ارتفاعات أسعار الذهب، حتى يتبين خلال الاجتماع القادم للفدرالي الأمريكي توجهاته للسياسة النقدية، هل سيكون هناك تقليص من برنامج شراء الأصول بداية، وارتفاع لأسعار الفائدة، رفع لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية خلال عام 2000 نهاية عام 2022، نتحدث عن عام 2023، خاصة كل المعطيات الاقتصادية يعني ربما الآن تشير إلى اقتراب تجديد السياسة النقدية، فبالتالي نحن ننتظر أيضا بيانات الوظائف الأمريكية القادمة، إذا أعطتنا نتائج إيجابية للوظائف الأمريكية الغير سياسية لشهرين متتاليين سوف يضطر الفدرالي الأمريكي إلى تجديد السياسة النقدية، سوف يؤثر على الذهب. كما ذكرت التوقعات المستقبلية للتضخم، التضخم مرتفع، سوف يكون هناك ارتفاعات، نحن نذكر أنه هلأ أسعار التضخم مرتفعة بحسب مؤشر أسعار المستهلكين عم نتحدث ب 5.14%، عفوا، والكور بي سي اي أيضا مرتفع ب 3.19% بفضل الفدرالي. الذهب هذا الاسبوع نعم. الذهب الذي يقوم او يقوم بالدولار اليوم، الى اي حد اسعار الدولار اليوم وتاثيرها بالعملات الاخرى اثر فعليا على تسعيره الذهب العالميه، وهل سيكون هناك ارتفاعات جديده للدولار بشكل عام مما سيؤثر على بقيه العملات؟ بالنسبه لبقيه العملات المرتبطه بالدولار الامريكي هذا ما تقصده؟ لا، الذهب اليوم مقوم بالدولار، فبالتالي كلما ارتفع الدولار يكون أغلى سعرا على بقية المستخدمين أو المشترين من العملات أو من حاملين العملات الأخرى. نعم، طبعا الدولار الأمريكي يستمد قوته من تلك البيانات الإيجابية، لو استمرت تلك البيانات الإيجابية سوف يكون ايضا هناك يعني تاثر بالنسبه طبعا لاسعار الذهب بالانخفاضات، لان كما نرى انه السلع هي مقومه بالدولار، سواء الذهب كما تحدثت قبل قليل، النفط مقوم بالدولار الامريكي، فاي ارتفاعات للدولار الامريكي ونرى مستويات فوق تلك المستويات نصل تقريبا نحن مقتربين مستويات 93 دولار سوف يؤثر على السلع المرتبطه بالدولار الامريكي مثل الذهب، وايضا سوف يؤثر ايضا اذا ما ذكرنا على العملات ايضا المقومه بالدولار الامريكي او المرتبطه بمؤشر الدولار الامريكي، سوف نلاحظ هذه طبعا ضغوطات عليها. نعم، محلله الاسواق الماليه لينا قنوع، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقه من الاحد الاقتصادي، وسنذهب الى فاصل قصير مشاهدينا ونعود من بعده لنكمل هذه الحلقه، فابقوا معنا.